علاش ما ضربت ترجيح؟ علاش حنا ما رحناش المقابله تاع باسكو حنا المقابله تاع التروازيام كانت موريتانيا اللي خلاص الناس لازم تربح موريتانيا. موريتانيا مهبول صرحنا بهذيك لو كان طحنا تروازيام ماتش بالك مع بوركينا مع يونيكيب بالك اللي كورياس بالك ما ندخلوش بنقطه ندخلوا بلعب واحد اخر ونجوزوا دخلنا بهذيك موريتانيا لا كاش لعبنا بسانك اتاك ولا يعني دخلنا في فخ التساهل تريد القول بيان سير 100% فخ التساهل وشفنا التشكيله اللي دخلنا بها يحب يقول بالتساهل كيدخل بهذيك التشكيله شكون راك دخلت شغل اون دي لعب كونتر موريتانيا ما لعبش انا يعني انا كونتر موريتانيا ان بوا شكي ما لعبنا شكي ما لعبنا خايفين مع بوركينا تعتقد ان المدرب ميليو تيرا وكداو يفو با انا حسب رايك يعني المدرب لم يغامر في المباراه الاولى والثانيه بالنظر الى حجم الخصم لا ليس كذلك في المباراه الثالثه لا بتغييرات انا هضر لك الاولى لعب غامر الاولى لعبنا الماتش دوزيام ماتش كونتر بوركينا اللي ما غامرناش وكنا خايفين حتى نهايه الشوط نوعا ما مي لو تروازيام ماتش لعبنا بك شغل لعبنا كيما نقولوا بلي شغل هكذاك لعبنا شغول آية اللعبو باش لعبو ما شفناش تاكتيك وما شفناش كما يقول لك ما شفناش إن إيكيب اللي دخلت زعما بأفيك إن استراتيجي دخلنا لعبو آية نربحو كونت موريتانيا.